بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في بداية فصل دراسي جديد. إن شاء الله تكون فصل دراسي سعيد وناجح عليكم جميعا. بإذن الله نلتقي هذا الفصل في عرض مقرر جديد من المقررات اللي بيتم تدريسها. بإذن الله بنعرض مقرر Principles of Business Statistics أو مقرر مبادئ الإحصاء التجاري، وموعدنا النهاردة إن شاء الله في عرض شابتر 1، وفي الحلقات القادمة بإذن الله بيتوالى عرض باقي المقرر. هنبدأ إن شاء الله بعرض شابتر 1 النهاردة، وبيكلمني عن Data Collecting أو تجميع البيانات. في البداية بيبدأ يعرفني إحنا بندرس إحصاء ليه؟ إحنا عندنا علوم كتيرة جدا في حياتنا وبندرسها في أكتر من تخصص، لكن يعتبر علم الإحصاء هو همزة الوصل ما بين كل هذه العلوم، أو بمعنى أصح مفيش علم من العلوم الأخرى ما بيحتاجش لحد شغال في مجال الإحصاء، ما بيحتاجش لعلم الإحصاء. أنا لو كنت شغال طبيب، لو كنت شغال في مجال الهندسة، لو كنت شغال في مجال البيزنس، أيا كان مجالي، فأنا بحتاج جدا لما باجي أعمل دراسة علمية وباجي بقيس مقاييس معينة وباجي بعمل دراسة إحصائية في دراستي، بحتاج على طول لعلم الإحصاء. فأنا في البداية بيكلمني عن why study statistics. في البداية بيقول لي numerical information is everywhere، المعلومات العددية موجودة في كل مكان وفي كل مجال، كل المجالات بيبقى فيها معلومات عددية. في مجال الطب أنا عايز أشوف عدد المرضى اللي ترددوا هذا العام أو في هذا الشهر على المستشفى أو على العيادة، فأنا بتعامل مع numerical information. كمان بيكلمني وبيقول لي إن بتستخدم الأساليب الإحصائية لاتخاذ القرارات. أنا لما هعرف عدد المترددين عندي في المستشفى أو في العيادة، أنا هقدر أشوف والله هل عدد الأطباء اللي موجودين يكفوا المترددين على المستشفى، ولا محتاج عدد أطباء أكتر ولا عدد أطباء أقل. طب الأدوات اللي موجودة هل بتكفي كل الأعداد دي ولا لأ؟ يبقى أنا في النهاية بعد ما أستخدم أسلوب إحصائي معين، ده هيساعدني بشكل كبير جدا إن أنا أعمل decision، أتخذ قرار، اللي طبعا القرارات دي بتؤثر على حياتنا اليومية. أيضا من أسباب دراسة علم الإحصاء إن هي بتساعدني إن أنا أعرف الأساليب الإحصائية بقى الـ statistical method اللي موجودة عندي، وأقدر أفهم أتخذ القرار إزاي، وأكيد ده كله هيأثر على اتخاذ القرار في النهاية. أيضا من أسباب دراسة علم الإحصاء إن هي بغض النظر عن النوع العمل اللي أنا يعني بتبعه أو بختاره، هنجد نفسنا دايما في مواجهة قرارات بيكون فيها لازم إن أنا أفهم، أعمل فهم كويس جدا understanding للداتا اللي عندي، وكمان أعمل لها analysis، أحلل هذه البيانات تحليل مفيد ليا. في النهاية عايز يوصلني إن الـ statistic هو عبارة عن the science of collecting، هو عبارة عن علم جمع البيانات collecting، organizing تنظيم هذه البيانات، presenting وده هندرسه بعد شوية إن شاء الله في الشابتر اللي جاي، إزاي أعمل عرض لهذه البيانات، analyzing إزاي أحلل هذه البيانات وأفسرها عشان في النهاية تكون مساعدة ليا لاتخاذ القرار وتكون أكثر فاعلية more effective decision. تعالوا ندخل بقى على أنواع الإحصاء types of statistics. في عندي نوعين من الإحصاء، وهو دول اللي بنتعامل دايما معاهم. في نوع اسمه بنسميه إحصاء وصفي descriptive statistic، والنوع التاني هو الإحصاء بنقول عليه الإحصاء الاستنتاجي. الإحصاء الوصفي من اسمه كده واضح إن أنا مجرد إن أنا بعمل تنظيم organizing، بعمل summarizing بلخص البيانات اللي عندي، وبعد كده بعرضها على المسؤول. يعني جه عندك دلوقتي مديرك في الشركة طالب منك إنك تجمع لي حجم المبيعات اللي حصلت في الشهر الماضي من السلع الفلانية، فأنت دورك دلوقتي بتعمل إيه؟ بتدور حضرتك إنك تجيب هذه البيانات تعمل لها أورجنايزنج، تنظمها، تعمل لها تلخيص سمرايزنج، وبعد كده تعمل تشوف طريقة لعرض البيانات اللي هنشوفها إن شاء الله في شابتر 2، إحدى الطرق تتبعها لعرض البيانات بشكل جيد عشان يقدر القارئ يعني يشوف بسهولة ويقدر يفهم البيانات بشكل أسهل وأيسر. يبقى الإحصاء الوصفي ما دخلناش أبدا في إن إحنا نعمل تحليل للبيانات ولا نتخذ بقى قرار. أمال الإحصاء الاستنتاجي ده معناه إيه؟
الإحصاء الاستنتاجي هو عبارة عن إن أنا بعمل قرار، هو أول كلمة قالها لك decision، أنت هنا هتستنتج، أنت مش مجرد بتعرض ليا بيانات وخلاص وبتقف على كده، إنك تنظم لي الداتا دي وتنظم لي عرضها وتبرزها لي في شكل مثلا أشكال بيانية أو في شكل جداول، لا أنا هنا هتساعدني إن أنا أتخذ قرار، يبقى هنا الإحصاء الاستنتاجي هو قرار أو تقدير أو توقع، تمام؟ أو تعميم على population، population بمعنى مجتمع الدراسة وهندرسها بعد شوية وهتكون يعني مجال حديثنا على طول في كل الشابترز اللي بعد كده والموضوعات. البوبيوليشن بمعنى مجتمع دراسة، يعني إيه مجتمع دراسة ويعني إيه سامبل؟ سامبل هو جزء من البوبيوليشن، سامبل بمعنى عينة. فأنا هنا لما باجي أعمل دراسة معينة بيجي يسألك يا ترى البوبيوليشن بتاعتك إيه؟ مجتمع الدراسة اللي هتدرسه عبارة عن إيه وشكله إيه؟ طيب العينة بقى اللي هتاخدها من هذا المجتمع وتدرسها من هذا المجتمع حجمها قد إيه مثلاً؟ فمرة تانية الإحصاء الاستنتاجي هو قرار أو تقدير استيميت أو توقع أو تعميم حول مجتمع الدراسة بناءً على عينة، باخد بقى عينة من البيبيوليشن ده من مجتمع الدراسة وأطلع بقى قرار أطبقه في النهاية على مين؟ على البوبيوليشن كله. طيب في النهاية بيقول لي هنا نوت أو ملاحظة إن إن ستاتستيك في الإحصاء بيكون لكلمة بوبيوليشن اللي هي زي ما ذكرنا مجتمع الدراسة والسامبل العينة معنى طبعا أوسع وأعم عن المعاني اللي إحنا بندرسها، وبيقول لي قد يتكون المجتمع البوبيوليشن أو السامبل مجتمع دراسة أو العينة من أفراد أو كائنات. تعالوا بقى ندرس أكتر إيه الفرق ما بين البوبيوليشن وإيه الفرق ما بين السامبل. البوبيوليشن زي ما ذكرنا مجتمع الدراسة هو مجموعة كبيرة من جميع الأفراد أو الأشياء اللي أنا هبدأ أدرس، زي ما احنا شايفين كده السيارات اللي موجودة على الجانب اليمين، سيارات كتيرة بأشكال وألوان وماركات مختلفة كتيرة جدا جدا، طبعا دي شكل بسيط من البوبيوليشن، طيب دي بنقول عليها all items موجودة فيها. إنما السامبل بقى العينة، لا العينة بقى دي هي جزء، جزء منين؟ من البوبيوليشن اللي أنا مهتمة بيه. فلما نشوف سامبل هنلاقي ان هو اختار مثلا سامبل من العربيات وليكن المرسيدس اللي لونها اسود، سامبل من العربيات الزرقاء، سامبل من العربيات الصفراء، سامبل من العربيات الحمراء، خد عينه منين؟ من البوبيوليشن، معنى كده ان السامبل هي جزء من البوبيوليشن. بعد كده بيبدأ يقول لي والله طب انت بتشتغل على ايه؟ قال لك انا بشتغل عاده في علم الاحصاء لان دايما عاده الديتا أو البيانات أحيانا يعني بيتم نطقها data أو data في يعني بتكون كبيرة جدا، يعني ال population ده بيكون حجمه كبير جدا، فصعب إن أنا أدرس ال population كله وأعمل عليه النماذج الإحصائية بتاعتي. ففي الحالة دي حضرتك بتعمل إيه؟ قال لي أنا باخد بقى sample بدل ما أدرس كل ال population. طيب يعني ليه بتاخد sample؟ أولا هوفر cost، هوفر تكاليف بتكون باهظة جدا، إن أنا أدرس كل البوبيوليشن ده هياخد مني وقت وتكلفة كبيرة جدا. كمان أثناء عملية الدراسة ممكن أتعرض لإتلاف أي أيتم من دول، فبدل ما أتلف كل البوبيوليشن لا أنا أتلفت يعني سامبل أو عينة واحدة أو أيتم واحد فقط من البوبيوليشن ده. كمان لا يمكن اختيار أو فحص جميع يعني كل الأيتمز أو الممبرز اللي موجودة في البوبيوليشن محل الدراسة، عشان كده قلنا دي هياخد مني وقت طويل وتكلفة كبيرة. عشان كده في النهاية بيقول لي using a sample to learn something about a population، فهنا بيتم استخدام عينة عشان أقدر أعرف شيء ما عن ال population أو مجتمع الدراسة على نطاق واسع، في سواء في مجال الأعمال زي ما قلت لكم إن الإحصاء ده بيستخدم في كل المجالات، أو في مجال الزراعة، في السياسة، أو حتى على مستوى الحكومة أكيد بستخدم كمان علم الإحصاء. طيب تعالوا مع بعض نشوف مثال بسيط كده يعني عشان يوضح لنا موضوع الفرق ما بين الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستنتاجي والعينة والمجتمع الدراسي البوبيوليشن والسامبل. هنا بيقول لي إن أنا عندي شركة، الشركة دي شركة إعلانات طلبت ومقرها كاتب لي المقر بتاعها فين،
كان عندها سامبل من 1960، كان عندها سامبل من 1960 مستهلك كانوا هيجربوا تجربة كده عشاء للدجاج اللي تشيكن. طبعا تم تطويره حديثا وبشكل جديد، فمحتاجين يعرفوا آراء الناس في الوجبة دي ايه، او في يعني العينة اللي هم او الميل اللي هم عاملينها دي بالشكل الجديد بتاعها، يا ترى آراء الناس ايه. فبيقول لي من بين 1960 عينة منهم، يعني ده يعتبر المجتمع بتاعي، منهم باقي ده السامبلز بتاعتي، يعني ده السامبل بتاعتي العينة. من السامبل دول من ال 1960 في 1176 قالوا ان هم هيشتروا العشاء اذا if it is marketed. طيب لو كان موجود في السوق هيشتروا فعلا العشاء ده، يعني معنى كده ان هم مرحبين بهذه الوجبة. اول سؤال بيسأله لي بيقول لي والله what called براندون، يعني ايه اللي هيبدأ يقدمه براندون وشركاء لبوستون ماركت، طبعا فيما يتعلق بقبول عملية او يعني موضوع العشاء ده، عشاء الدجاج بين السكان، هيعملوا ايه؟ هنقول والله ان بناء على السامبل اللي احنا عملناها اللي هي 1960 مستهلك، نقدر نقول اذا تم تسويقه او اذا تم وجوده في السوق وتم يعني عرضه في السوق، في منهم 60% من الكونسيومر هيشتروه. طب انا عرفت ال 60% دي منين؟ هو قال لي السامبل كلها كام؟ 1960، منهم قد ايه موافقين ومرحبين بالوجبه دي؟ 1176. طب عايز اعرف يا ترى هي الرقم ده ال 1176 قد ايه تقريبا من ال 1960؟ هيجي بقى هنا علم الاحصاء ويقول لك تعالى اوريها لك بنسبه مئويه عشان تسهل عليك الدنيا. كل اللي انا هعمله عشان اعرف احكم الكلام يبقى مظبوط قدامي، هقسم ال 1960، عفوا معلش ثواني مرة تانية، هقسم عندي الألف مية ستة وسبعين اللي هم المجموعة اللي قالت أنا مرحبة بالوجبة دي على حجم العينة الكلية اللي هي 1960، وأضربها في 100، هيطلع عندي إن 60% من العينة اللي قدامي دي ال 1960، 60% منهم مرحبين بهذه الوجبة. يبقى معنى كده إن أنا عندي 60% من جميع المستهلكين اللي هم موجودين عندي هنا دول مرحبين بهذه أو هيشتروا العشاء اللي هو خاص بالتشيكن دينر. تمام؟ طيب السؤال التاني بيسألني يا ترى اللي أنا كنت فيه دلوقتي هل هو ديسكريبتيف statistic، هل هو إحصاء وصفي ولا إحصاء استنتاجي؟ طبعا أنا هنا دلوقتي اللي أنا عملته إيه؟ إن أنا قررت إن أنا بعد ما خدت عينة وفي مجموعة من الناس هيشتروا الوجبة دي، أنا هنا باخد قرار إن فعلا 60% من الناس هيقبلوا بشراء هذه الوجبة، فأنا هنا بقدر أتخذ قرار إن أنا أنزل الوجبة في الأسواق. فعشان كده بنقول إن هو إحصاء استنتاجي. ليه؟ لأن تم استخدام عينة عشان أقدر ألخص استنتاج حول كيفية تفاعل كل المستهلكين في المجتمع إذا تم عرض وتسويق هذا المنتج أو هذه السلعة أو اللي هو التشيكن دينر. إنما في الإحصاء الوصفي أنا مجرد إن أنا بحط بيانات وبنظمها وبعرضها فقط لا غير، ولا بتخذ قرار ولا بعمل توقعات ولا أي شيء. تمام؟ عشان كده قلنا إن هو إحصاء هنا استنتاجي. نستكمل مع بعض. هنبدأ ندرس دلوقتي أنواع الـ variables، types of variables. في عندي نوعين أساسيين من الـ variables. في متغيرات بنقول عليها متغيرات وصفية qualitative أو نوعية، أو بنقول عليها كمان خلينا نقول عليها qualitative اسمية. تمام؟ يبقى مرة تانية، في عندي متغيرات qualitative نوعية أو اسمية، والنوع الثاني quantitative variable من اسمها كده متغيرات كمية. يبقى مرة تانية أنا عندي نوعين من الـ variables، ناخد بالنا منهم لأن بعد شوية هينشق منهم أنواع القياس. أول نوع معانا qualitative،
النوع الثاني quantitative. qualitative بمعنى متغيرات نوعية أو اسمية. يعني إيه متغيرات نوعية؟ إدينا أمثلة عشان تبقى الأمور واضحة. أولاً السمة الواضحة في هذه المتغيرات إن هي non-numeric، يعني غير رقمية، يعني معنى كده إن أنا مفيش هنا عندي هنا أعداد. طيب إدينا examples زي الجندر، الجنس إذا كان ذكر أو أنثى، الدين الديانة إيه، الانتماء، الجنسية، نوع السيارة المملوكة، حالة الميلاد، لون العين، وهكذا. دي كلها أمثلة للمتغيرات اللي بنقول عليها النوعية qualitative. qualitative إنما المتغيرات الكمية quantitative. خدوا بالكم الفرق بسيط، حرف ال اللي هنشيله وهنحط بداله n. quantitative quantitative variable المتغيرات الكمية. لا ده هنا في بقى أرقام معايا numerical example عليها، زي مثلا رصيد حسابك في البنك قد إيه، الدقايق المتبقية عشان حضرتك تحضر الكلاس أو تحضر للمدرسة أو تحضر للكلية، فاضل لك قد إيه عشان توصل، فاضل لك مسافة قد إيه عشان توصل، عدد أفراد أسرتك، عدد الأطفال اللي في أفراد أسرتك، وهكذا. فمعنى كده في أرقام عندي. طيب الـ quantitative variables بيتم تقسيمها لنوعين، في نوع بنقول عليه discrete وفي نوع تاني بنقول عليه continuous. الديسكريت فاليبل وهي المتغيرات اللي بنقول عليها فيها فواصل لا تتحمل الفواصل العشريه، المتغيرات اللي هي لا تتحمل الفواصل العشريه، او بنقول عليها المتغيرات المنفصله. وهنا ممكن افترض قيم معينه، وعاده ما تكون يعني فيها جابس، فجوات. طبعا مديني هنا امثله زي ايه يعني هذه المتغيرات اللي ما بينفعش فيها نقول 5.5، 3.25، 2.3، ما ينفعش اقول فيها خالص الانواع دي. زي مثلا لما اقول لك هي عدد غرف النوم اللي موجوده في بيتك قد ايه، فما ينفعش تقول لي حجرتين وربع، هو في ربع حجره، في نص حجره، في ثلاث ارباع حجره، ما ينفعش. تمام، فالامثله دي مثال على ان انا يبقى عندي متغيرات نوعها متغيرات بنقول عليها ديسكريت، يعني ما ينفعش فيها فواصل عشريه. طيب انما النوع الثاني منها اللي هي الكونتينيوس فاريبل، دي ممكن تستحمل الفواصل العشريه، ممكن يبقى موجود فيها فواصل عشريه، زي مثلا الاوزان، زي الاطوال، وهكذا. طيب هنا بيبدا يلخص لي الانواع الخاصه بالفاريبلز ويديني امثله عليها. زي ما قلنا احنا عندنا نوعين، كواليتاتيف كواليتاتيف متغيرات نوعيه، كوانتيتيف كوانتيتيف متغيرات كميه. وقلنا المتغيرات الكميه في منها النوعين ديسكريت وكونتينيوس. طبعا النوعين دول مش موجودين في الكواليتاتيف، ليه؟ لان احنا قلنا اساسا الكواليتاتيف ما فيهاش ارقام، او يعني ما ينفعش فيها يبقى فيها ارقام. تمام، دي بعض الامثله اللي عليها. طيب زي ما قلت لكم النوعين الاساسيين كوانتيتيف وكواليتاتيف هيندرج منهم مقاييس، فهنا هنبدا ندرس مع بعض ايه هي مقاييس الفاريبلز عندي، او ليفلز اوف ميجرمنت، ايه هي قياس المتغيرات. وزي ما احنا شايفين في عندي اربع مربعات تحت، هم دول المتغيرات اللي عندي. في منهم اتنين بيكونوا تبع كوانتيتيف، ومنهم اتنين بيكونوا تبع كواليتيتيف. واحده واحده ونوع نوع كده نبدا ناخدهم مع بعض. نبدا بالمتغيرات اللي بنقول عليها وصفيه او نوعيه او اسميه. كوانتيتيف افتكروها بحرف التي، quantitative معنى كده ان هي سمتها ان ما فيهاش ارقام، السمه المميزه فيها ان هي غير عدديه. هنا بيندرج منها نوعين، النوع الاول interval والنوع الثاني ratio. interval وratio. interval هو مقياس الفتره، interval scale اللي هو مقياس الفتره. وهنا البيانات الرقميه اللي عندي اللي بتكون ممكن استخدم فيها عمليات الجمع والطرح. والصفر هنا له معنى بس لا يعني انعدام الخاصية، وهنعرف الكلام ده يعني ايه. يبقى مرة تانية، النوع الأول عندي interval مقياس الفترة تابع ليه quantitative. هذا المقياس البيانات الرقمية فيه بتبقى ممكن استخدم فيها عمليات الجمع والطرح، والصفر فيه ليه معنى لكن لا يعني انعدام الخاصية. طب ادينا مثال عشان نبقى فاهمين ايه علاقة حكاية الصفر وايه انعدام الخاصية. زي مثلا درجة الحرارة، لما اجي اقول لك ان درجة الحرارة النهاردة صفر في منطقة ما، هل ده لا يعني؟
يعني معنى كده ان ما فيش حياة، يعني صفر دي ما حدش عايش، ما فيش هواء، لا لا يعني انعدام الحرارة بس معناه صفر، لا يعني انعدام الحرارة لكن معناه صفر. لما باجي اقارن بين الدرجات بالجمع والطرح، لكن هنا ما بقدرش ان انا اضربها واقسمها، فبيعطينيش معنى. لو عملت لها ضرب وقسمة في الانترفال مش هيديني اي معنى، انما ممكن اعمل جمع وطرح. كمان ناخد امثله على الانترفال غير درجات الحراره في مقياس الفتره، سنوات الميلاد. سنوات الميلاد يبقى درجه الحراره لو كانت ايكوال زيرو ده معناه انه صفر، لكن لا يعني انعدام الحراره. وكمان ممكن نحط مثال اخر زي درجه امتحان الذكاء. خدوا بالكم ما بقولش مستوى الذكاء، عشان مستوى الذكاء ده هيجي في الاوردينال بعد شويه، انما هنا بقول درجه امتحان الذكاء، يعني جاب كام بالظبط، درجته كام درجه. لو غير المستوى، لو ايكوال زيرو يعني الصفر هنا لا يعني انعدام الصفه، لكن ليس للصفر معنى حقيقي. ده بالنسبه للانترفال سكيل او مقياس الفتره. نشوف المقياس الثاني اللي ايضا تبع الكوانتيتيف، وهو مقياس الريشيو، ريشيو سكيل اللي هو مقياس النسبه. هنا البيانات بقى شويه مختلفه عن الانترفال. ازاي؟ البيانات هنا ممكن اجمعها واطرحها واضربها واقسمها. انا هنا في الانترفال ما كنتش اعرف اعمل ضرب وقسمه، هنا اقدر اعمل الامر ده. وكمان ممكن احصل على معنى او يعني تغيير من العمليات اللي هتتم دي. طيب تعالوا مثلا ناخد مثال العمر، ممكن اقسم العمر على عمر تاني اخر هيديني معنى، هعرف المعنى يعني الرقم اللي هيطلع لي ده ليه معنى. طيب ناخد امثله اخرى بالنسبه هنا للصفر. الصفر في نوع الريشيو هنا من البيانات اللي بيعني ان الخاصيه منعدمه، يبقى هنا الصفر كان لا يعني انعدام الصفه، انما هنا في الريشيو لا، الصفر من النوع من البيانات اللي بيعني ان الخاصيه منعدمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشخص مثلا اللي عمره صفر، لو قلت مثلا هذا الشخص عمره صفر، معنى كده ان هو موجود اصلا على قيد الحياه، موجود معانا؟ لا، هو شخص غير موجود على الكوكب خالص، يعني لسه ما يعني ملوش اي حياه معانا. فهنا لا يوجد مثلا شخص عمره ماينس واحد، سالب واحد. فالصفر هنا معناه انعدام الخاصيه في الريشيو سكيل. تمام؟ طيب امثله اخرى على مقياس النسبه زي الطول، الوزن، العمر، ضغط الدم، معدل النبض، كل ده. وطبعا لما اقول انعدام الصفه يعني الصفر هنا اخد المعنى الحقيقي لي، يعني انا لما بقول ان حاجه ايكوال صفر معناها انها مش موجوده اصلا، فبالتالي هنا الصفر ليه معنى. طيب ننتقل بقى الى النوع الاخر من الفاريابلز اصلا اللي هي الكواليتيتيف. كواليتيتيف اللي احنا قلنا عليها المقاييس او المتغيرات الكميه، كواليتيتيف عفوا، الكواليتيتيف هي المتغيرات الوصفيه او النوعيه، اما الكوانتيتيف هي الكميه. الكواليتيتيف المتغيرات الوصفيه او النوعيه بيندرج منها اثنين من الميجرمنت او المقاييس، او المقياس نومينال، نومينال سكيل، ودي بنقول عليها المقياس الاسمي. والبيانات هنا بتكون محدوده، البيانات في النومينال بتكون محدوده، والترتيب فيه مش مهم، يعني لا اهميه للترتيب بين المتغيرات اللي موجوده هنا في نوع النومينال. فمثلا لو سألت جيت مجموعة وسألتها مجموعة من الأسئلة والإجابة بنعم أو لا، فهل هيحصل أي إشكالية لو أنا رتبت الإجابات نعم الأول أو الإجابات لا الأول؟ لا طبعا، فهنا مفيش أي معنى لو غيرت في الترتيب، فالترتيب هنا غير مهم سواء نعم هي الأولى أو لا هي الثانية. أو مثلا لو سألتهم إيه لونك المفضل، برضو مفيش أهمية أن أنا أحط اللون الأبيض الأول واللون الأسود الآخر أو في النص وهكذا. رقمك المفضل برضو نفس الأمر، مفيش أهمية هنا للترتيب. تمام؟ فهنا أمثلة على النومينال اللي هي طبعا من ضمن الكواليتيتيف. كواليتيتيف من ضمنها لون البشرة، لون الفاكهة، لون الكرة، نوع العمل، هل نوع عملك إداري، أكاديمي، مهني، طبي، هندسي، الجنسية. هنا مفيش أي أفضلية. طيب ناخد النوع الثاني من الاوريجينال او من المقاييس او المتغيرات اللي هي بنقول عليها كواليتيتيف، كم وصفيه او نوعيه، كواليتيتيف الوصفيه او النوعيه، منها نوع الاوريجينال. الاوريجينال سكيل البيانات هنا بتكون زي البيانات الاسميه زي النومينال، لكن هنا بقدر في الاوريجينال اقدر ارتبها بشكل تصاعدي
او تنازلي، يبقى هنا البيانات بتاعتي في الاوردينال عامله بالظبط زي البيانات النومينال، لكن هنا طبيعتها ان انا بقدر ارتب هذه البيانات سواء تصاعدي او تنازلي. زي مثلا لما هقول ترتيبك ايه، ترتيب بتاع او تقديرك ايه، جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز، هل هذه التقديرات اقدر ارتبها؟ اه اقدر ارتبها. طيب مثلا لما اقول لك جمع بيانات عن حجم واحد من المشروبات الاكثر مبيعا، فهتقول لي والله في صغير وفي كبير وفي متوسط، فكل البيانات دي اقدر ارتبها تنازلي او تصاعدي. اجي اقول لك شوف لي النتائج بتاع سباقات الخيول، هتقول لي والله في حد خد المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثالث. طيب لما اجي اسالك عن الطقس المفضل ليك، هتقول لي والله ده في طقس حار وطقس بارد وطقس رطب وهكذا. فهنا البيانات بنقول عليها اوردينال. طيب ازاي بتكون البيانات ترتيبيه؟ زي ما ذكرنا لما بيكون هناك وجود ترتيب واضح بين الخيارات، لكن البيانات المختلفه لا يمكن مقارنتها حسابيا. وهنا هيكون كمان في فرق بين البيانات بس لا يمكن مقارنتها ايضا حسابيا. امثله للاوردينال: الحاله الصحيه، مستوى الذكاء وليس درجه الذكاء، مستوى الذكاء، درجات الالم. ممكن نرتب مثلا بيانات وصفيه بيخرج منها كلام او رموز زي ما قلت لكم A بلس B بي بلس وهكذا. تمام. طيب هيبدا هنا يبدا يوضح لي كل نوع من الانواع اللي ذكرتها لكم. اول نوع معانا النومينال ليفل، وقلنا ذكرنا ايه هي انواعها. هنا المستوى الاول المستوى الاسمي، وهنا بتكون البيانات مصنفه لفئات ولا يمكن ترتيبها باي ترتيب معين. واداني هنا امثله، الامثله مهمه جدا يا شباب، زي الاي كلر لون العين، الجنس نوع الجنس هل ذكر ولا انثى، والانتماء الديني. طيب بعد كده وقلنا كمان زي ما وضحنا النومينال، نرجع تاني النومينال بتكون من ضمن الكواليتيتيف داتا. تمام. نكمل الاوردينال ليفل، المقاييس اللي بعد كده المستوى الترتيبي، ودي البيانات هنا بتكون مرتبة بترتيب معين، والاختلافات بين قيم البيانات لا يمكن تحديدها أو لا معنى لها. تمام. مدينا برضو أمثلة زي مثلا خلال اختبار لتذوق 4 مشروبات غازية، هيتم تصنيفهم، أول تصنيف مثلا نقول ده نمبر 1 النوع بتاعه الميلو يلو، نمبر 2 سبرايت، نمبر 3 ونمبر 4 وهكذا. النوع اللي بعد كده، وزي ما ذكرنا كمان ان الاوردينال ليفل بيعتبر بعد النومينال بشويه، ما عندهمش كميات، لكن ممكن نرتبها زي ما قلت لكم ترتيب زي ممتاز، جيد جدا، او A بلس B بلس وهكذا. نيجي نشوف النوع الثاني الثالث والرابع، وقلنا الثالث والرابع الانترفال والريشيو تبع الكوانتيتيف، المقاييس او المتغيرات الكميه كوانتيتيف. الانترفال ليفل، وهنا زي ما ذكرنا اهم شيء فيه ووضحناها there is no natural zero point. تمام. الريشيو، ريشيو ليفل، لا هنا الصفر زي ما ذكرنا هيكون ليه معنى حقيقي بقى، لما اقول مثلا ان العمر ده زيرو يعني معنى كده ان هو مش موجود اصلا معانا على قيد الحياه. طيب استكمل مع بعض، هنا بيوضح لي اكتر اللي احنا شرحناه النومينال ليفل، وبيوضح لي الاوردينال. فبيقول لي ان في النومينال ان انا ممكن اصنف ملاحظات المتغير النوعي واحسبها فقط، ولا يمكن هنا ترتيب معين للتسميات اللي عندي. كمان الاوردينال زي ما وضحنا بالامثله، طبعا الامثله هتكون خير دليل في كل نوع من دول يا شباب. هنا بيتم تمثيل تصنيفات البيانات بمجموعات من التسميات او الاسماء، لو هنقول هاي ميديوم لو وهكذا. وطبعا بسبب ان القيم النسبيه ممكن ان انا ارتب البيانات المصنفه او ارتبها بالشكل ده زي ما هو كده عامل لي ترتيب ليها. طيب بعد كده بيوضح لي النوع الاخر ايضا من الديتا عندي، او الميجرمنت، مقاييس يعني شكل المقاييس عندي للبيانات. في عندي الانترفال والريشيو، ده كنا خلاص وضحناهم سابقا. نيجي هنا بعد كده بدأ يعمل لي سمرايز كده أو تلخيص لكل اللي احنا ذكرناه، مقاييس levels of measurement أو مقاييس مستويات المقياس أو المقاييس، هي عندي nominal, ordinal, interval, ratio. طيب آخر حاجة بيقول لي ليه بقى احنا بنعرف why know the level of measurement of a data؟
ليه بنعرف مستوى قياس البيانات؟ أول حاجة the level of measurement of the data decades، هنا بيحدد لي مستوى قياس البيانات، الحسابات اللي أنا ممكن أعملها وأقوم بإجراءها عشان ألخص، أعمل summarize، ألخص البيانات دي وأقدر أقدمها للمسؤول. كمان to determine the statistical tests، عشان أقدر أحدد كمان يا ترى أنا هختبر البيانات دي بأي طريقة إحصائية اللي أنا هأجريها على هذه البيانات. بعد كده بيديني example على مجموعة من الأمثلة، عشان كده كنت بقول لكم في كل نوع من الأنواع اللي إحنا خدناها مهم جدا تعرفوا أمثلة عليها، لأن دايما طبيعة الأسئلة بتكون بالشكل ده. يعني لما يجي يقول لي والله student IQ rating اللي هو مستوى الذكاء، تقييمات ذكاء الطلاب، فهنا هيكون من نوع interval. طيب لما يجي يسألني على المسافة، مسافة الترافل تو كلاس، مسافة إن أنا أروح للفصل، فالنوع ده هيكون ratio. النقطة الثالثة أو المثال الثالث لما يقول لي مثلا في عندي أرقام التيشيرتات أو القمصان بتاعت فريق معين لكرة القدم، فمعنى كده إن أنا هنا الترتيب بتاعي مش هيكون ليه أهمية لو حطيت الأخير قبل الأول وهكذا، فهنا هيكون من نوع nominal. رقم 4 number D، هنا بيقول لي ال classification of the student by state of birth. هنا عايز يقول لي يا ترى تصنيف الطلاب يعني وفقا لحالة الميلاد state of birth، فبرضه هنا الترتيب مش هيكون يعني ليه معنى أو كبير، النومينال هيكون من النوع النومينال. تمام. بعد كده بيسألني summary of a student by academic class، ملخص للطلاب حوالين الفصل الأكاديمي يعني ترتيبهم إيه، فهنا هيبقى ترتيبي ordinal، قال الأول الثاني الثالث، كم واحد جاب A كم واحد جاب B كم واحد رسب F وهكذا. number of hours student study per week، هنا number، خدوا بالكم من النمبر، يعني حاجة لما بتكون فيها number معنى كده على طول إن أنا بتجه للبيانات اللي هي الكوانتيتيف، البيانات الكمية، يبقى عيني على طول على البيانات الكمية، لإما هتكون من نوع الانترفال أو من نوع الريشيو، وهنا طالب مني أعداد ساعات الطلاب اللي بيدرسوها، فهيكون من نوع الريشيو. تمام. مثال آخر برضو هنا مديهولي، مديني مجموعة من البيانات وبيسألني بيقول لي والله what is the level of measurement، إيه هي يا ترى مقياس البيانات اللي بتعكس هنا البيانات التالية، اللي هو موضحها لي في الجدول، عندي عمر كل شخص، مديني the age of each person in a sample هو 50، عمر كل شخص في عينة مكونة من 50 بالغ بيستمع لواحدة من 1230 محطة إذاعية موجودة في الولايات المتحدة. تمام. أول ده أول سؤال، فبيسألني يا ترى عمر الأشخاص إيه، أو يعني المتوسط إيه، فهنكون هنا عندي الايدج بيكون ريشيو سكيل، نوعه ريشيو سكيل فاريبل، والمتوسط هنا عندي ال 40، 40 هو ضعف 40 سنه، وده يعتبر ضعف عمر شخص بيبلغ من العمر 20 سنه. طيب بعد كده بيسالني يا ترى في الدراسه بتاعتي دي، في دراسه استقصائيه شملت حوالي 200 من اصحاب السيارات الفاخره، ده نوع من انواع السيارات طبعا الفاخره، وكان منهم 100 من موجودين في كاليفورنيا، و50 موجودين في نيويورك، و30 موجودين في مدينة أخرى، و20 موجودين في مدينة رابعة. طيب في النهاية يا ترى المقياس اللي أنا بستخدمه هنا مقياس إيه؟ طبعا هنا الترتيب أيضا يعني ملوش أي أهمية، فهيكون من النومينال سكيل. تمام. وممكن ان انا ارتب الولايات في اي طلب، يعني لو انا رتبت مثلا كاليفورنيا بعد كده رتبت نيويورك وهكذا، فعشان كده اخترنا النومينال سكيل. طيب الاكسرسايز ده هنبدا نحله مع بعض. اوكي. هنا بيبدا يقول لي كل نوع من الانواع دي يا ترى هو كواليتاتيف ولا كوانتيتاتيف. طيب كمان بيسالني اذا كان من نوع discrete variable ولا من نوع quantitative، واحنا شفنا من شويه ان النوعين دول discrete variable ونوع continuous هم تبع ايه، هل qualitative ولا quantitative؟ قلنا الفواصل العشريه، او سواء انا يعني باخد معايا فاصل عشري او ما باخدش فاصل عشري، هي تبع ال quantitative،
تبع الكوانتيتيف. نبدأ نشوف مع بعض كده البيانات اللي موجودة عندي، وهنبدأ واحدة واحدة نرتب كل بيان ونحطه في الجدول، يا ترى أو بمعنى أصح كل مثال من دول، كل example يا ترى هو تبع أي نوع، هل qualitative ولا quantitative. نبدأ نشوفها كده واحدة واحدة مع بعض. نطلع القلم بتاعنا عشان نقدر نرسم، أو عفوا نكتب يعني الكلمات. طيب طلع القلم عندي بس ثواني. أول نوع سالري، يا ترى السالري ده تبع مين؟ سالري على طول فيه فلوس، يبقى تبع الكوانتيتيف. طيب ينفع اللي هو ديسكريت يبقى فيه من غير فواصل عشرية، ولا يستحمل فواصل عشرية؟ لا طبعا، ممكن آخد 1000 ريال ونص، 1000 ريال ويعني في رقم وفي فاصل من 10، ده هنا السالري. ممكن نحط بقى إيه؟ يعني عشان يبقى أبسط نمبر A، يعني ممكن نحطها كده أفضل وأبسط تاني، يبقى هنا نقول A. تمام. الجندر قلنا النوع الجنس هيبقى qualitative، qualitative ما ينفعش يبقى في فاصل من 10 في الجندر، يبقى هنا B. تمام. بعد كده السيلز فوليوم اوف ام بي 3، يا ترى ده هيكون من أي نوع؟ ده هيكون من نوع حجم المبيعات من الام بي 3 بلايرز، ده هيكون من نوع الكوانتيتيف، ويستحمل كمان ان هو يكون في فواصل عشريه، فمعنى كده ان هيكون كونتينيوس، فهنا نمبر سي. نمبر دي اللي هي سوفت درينك بيرفورمانس او بيرفرنسز، اللي هي تفضيلات المشروبات، تفضيلات المشروبات بنعتبرها ان هي كواليتيتيف، فهنا هيكون عندي نمبر دي. بعد كده الـ temperature درجة الحرارة، درجة الحرارة بنعتبرها إن هي طبعًا quantitative، وتستحمل درجة الحرارة إن يكون فيها فواصل عشرية، لما أقول درجة الحرارة 39 درجة ونص، فهنا يبقى فيها فواصل عشرية، فهنا رقم E، رقم E. تمام. set سوسر ده هيكون من الـ quantitative، وهنا ما ينفعش يكون فيه فواصل عشرية، فهنا هنقول رقم F. student rank in class، رانك الطلاب عندي في الفصل، ده هيكون أيضا من الquantitative، فهنا هنحط G، وما ينفعش يكون في فواصل عشرية لأن ده rank. rating of finance professor أيضا ده هيكون هنا عندي من الquantitative، H هنا. number of home computers كمان ده هيكون عندي في الكوانتيتيف، لان ما ينفعش اقول عندي 3 كمبيوترات وربع، ما ينفعش يبقى فيه فاصل 10. تمام. دي الاجابه اللي عندي الاول اكسرسايز. تمام يا شباب، نشوف الاكسرسايز الثاني، في عندي كمان اكسرسايز اخر. نطلع كده عندي القلم بتاعنا ونبدا نجاوب. اول حاجه السالري، على طول السالري بيعتبر منين؟ هنا مديني المقاييس بقى، نومينال اوردينال انترفال وريشيو، ايضا هل ما فيهوش فواصل عشريه ولا في فواصل عشريه، ديسكريت ولا كونتينيوس. اول حاجه السالري بيعتبر من الريشيو، فهنا هنحط الريشيو، وطبعا ينفع في فواصل عشريه. الجندر قلنا الجندر هو نومينال ما فيهوش فواصل عشريه. sales volume of MP3 هيكون أيضا من الراتيو، فهنا هنقول نمبر C. بعد كده soft drink، soft drink هيكون ordinal، فاكرين لما رتبنا المشروبات كان مثال عندنا رتبنا هنا فيها المشروبات، يبقى هنا نمبر D. temperature درجة الحرارة، درجة الحرارة بنعتبرها interval، interval ويستحمل أو يعني يجوز فيها الفواصل العشرية، فهنا هنقول ال E. سيت سوسر نمبر اف دي بنعتبرها انترفال، لكن ما ينفعش فيها فواصل عشريه. ستودنت رانك ان كلاس، ستودنت رانك ان كلاس هنا في ترتيب، فمعنى كده انه هيكون تبع الاوردينال، وايضا ما ينفعش فيه فواصل عشريه، فهنا نمبر جي.
ريتنج اوف فاينانس بروفيسور نمبر اتش، ايضا بنعتبرها من ضمن الاوريجينال. نمبر اوف هوم كمبيوترز دي بنعتبرها ريشيو وما ينفعش فيها فواصل عشريه بالشكل ده. تمام كده نكون انتهينا الحمد لله من عرض شابتر 1. اتمنى يكون العرض يعني كان مفيد لحضراتكم واستفدتوا منه. ان شاء الله الحلقه القادمه بنعرض باذن الرحمن شابتر 2، بنكمل مع بعض المنهج المقرر مبادئ الاحصاء التجاري في الحلقات القادمه. بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى تكونوا استفدتم. في نهايه اللقاء بستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده قدام حضراتكم كده عرض ل السوليوشن اللي احنا قدمناه حاليا، اكسرسايز 1 و 2. شكرا جزيلا، مع الف سلامه.